وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ مساعد سلمان مساعد، مدير إدارة تمكين الشباب وزارة شؤون الشباب والرياضة. سيد مساعد، بعد التحية، دعم كبير للشباب البحريني من قبل الحكومة الموقرة لتطوير العمل الشبابي والارتقاء به وصولا إلى أعلى المراتب. بوجهة نظرك، كيف ساهم التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية في دعم الشباب؟ نعم، أولا شكرا على هذه الاستضافة والتطرق إلى موضوع الشباب، الموضوع المهم لدينا. نعم طبعا، هناك يعني دعم كبير، دعم نابع طبعا من توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي وجه سابقا بأن تكون مسألة تمكين الشباب مسألة وطنية، بالإضافة إلى طبعا هناك دعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. طبعا فيما يتعلق أيضا بالتعاون ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية، هناك طبعا تعاونات جدا كبيرة ومثمرة من بين السلطتين. كان هناك آخرها التعاون الحاصل في جلسة المحاكاة لبرلمان الشباب، والتي يعني من خلالها تم استعراض مجموعة من النقاط المهمة للشباب في جلسة عامة سبقتها طبعا تحضير وتدريب على الآليات وسير عمل اللجان في المجلس من أجل تقريب الصورة أكثر لدى الشباب والتعرف على سير الحياة البرلمانية لدينا في مملكة البحرين. هذا من جانب، ومن جانب آخر طبعا على الصعيد المقترحات او المشاريع سواء من السلطه التنفيذيه او التشريعيه، هناك طبعا يعني تعاون كبير ما بين الجهتين. في النهايه كل هذا التعاون يصب في مصلحه الشباب، سواء مشاريع القوانين او غيرها من المقترحات اللي تاتينا من الاخوه النواب، وبالتالي طبعا يعني اكيد مصلحه الشباب في النهايه ستعود في النهايه لمصلحه حاضر الوطن ومستقبله. نعم أستاذ مساعد، ما هي الآثار المنعكسة لهذا الدعم الحكومي والنيابي المتواصل للقطاع الشبابي؟ نعم طبعا هناك آثار كبيرة تنعكس من وراء هذا الدعم. نذكر طبعا على سبيل المثال، يعني نحن عملنا في وزارة شؤون الشباب والرياضة على تمكين الشباب من أسباب التميز في مختلف المجالات من أجل اكتشاف مواهبهم وصقلها وإبرازها، واليوم نرى نتاج هذا العمل على شكل حتى مشاريع شبابية أسسها الشباب بأنفسهم في مجالات تخصصاتهم، سواء مثل مجال العلوم والتكنولوجيا وأيضا حتى المجال الإعلامي. هناك طبعا أيضا مخرجات كبيرة كان لها نقول لمسنا أثرها، سواء برامج التدريبية يمكن كان مؤخرا احنا لدينا في وزاره شؤون الشباب والرياضه اختتمنا النسخه الاولى من مشروع لامع، وبعدها مباشره ثلاثه من الشباب المتميزين الذين تدربوا بشكل جيد مع شركاء نجاح دائما معنا، لقوا مجموعه فرص افضل وظيفيه لهم. طبعا كل هذه الاثار لها طبعا يعني تعزز وتسهم في رفع مؤشر احساس الشباب لدينا بالامل نحو المستقبل. هذه طبعا يمكن مجموعه بسيطه من الاثار المنعكسه من وراء الدعم والتعاون ما بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه. نعم، السيد مساعد سلمان مساعد، مدير اداره تمكين الشباب بوزاره شؤون الشباب والرياضه، كنت معنا ضيفا كريما في نشره الاخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.